بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا لسفر الخروج خدنا الاسبوع اللي فات اصحاح 16 اللي فيه قصه نزول المن والسلوى اللي كان بيهم ربنا بيعول شعبه بني اسرائيل في البريه. افكركم بتامل مهم في الإصحاح الماضي، حكاية نزول المن والسلوى. آية نفسي تحفظوها، بيقول فيها ربنا: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب. احنا اتفقنا ان هما ساعة ما نزل عليهم المن والسلوى كان بقالهم شهر كامل خارجين من ارض مصر، ومع ذلك بيقول لهم في المساء تعلمون ان الرب اخرجكم من ارض مصر. تعلمون ايه؟ ده احنا بقالنا شهر. فطبعا واضح ان المقصود بيها حاجة نبوية، نبوة. في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب. فقلنا أن وقت المساء بيشير إلى الوقت اللي فيه السيد المسيح أسلم الروح، وبموته عنا أخرجنا من سلطان الشيطان. ففي المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، في الصباح ترون مجد الرب. يقصد بيها قيامة المسيح. يبقى في المساء يسبح من أجلنا فنخرج من العبودية، وفي الصباح نشوف مجده بالقيامة من الأموات. في المساء كانت السلوى، وفي الصباح المن. السلوى عبارة عن طيور زي السمان، عشان ياكلوها لازم تتذبح، يبقى فيه سفك دم. لكن في الصباح المن ده زي الخبز، مفهوش سفك دم. عشان كده المسيح سفك دمه في المساء، وفي الصباح أعطانا جسده في شكل خبز. في المساء مجرد تعلمون، في الصباح ترون. في فرق بين حاجة معلومة باخدها وحاجة بشوفها بعيني. في المساء عرفنا ان ربنا خلصنا، لكن في الصباح هنشوف مجده بعينينا. في المساء يعني وقت الظلام، وفي الصباح وقت النور. وقت الظلام معناها ساعة لما أكون خاطي محتاج ذبيحة من أجلي، وعندما يذبح المسيح من أجلي الدنيا تنور، فتناول جسده ودمه في شكل خبز وخمر. المساء بيرمز للعهد القديم، عشان كده السلوى لما حلت على المحلة فقط. لكن في الصباح يقول ان المن كان نازل على المحلة وحوالين المحلة، ومعناها ان نعمة ربنا في العهد القديم كانت قاصرة على اليهود فقط، اما النعمة الغنية في العهد الجديد يهود وامم. في المساء ذبيحة دموية، وفي الصباح ذبيحة غير دموية، خبز وخمر. في المساء طقس هارون، وفي الصباح طقس ملكي صادق. في المساء عهد قديم، في الصباح عهد جديد، والاثنين يكملوا بعض. السلوى دي بالليل، والمن في النهار. عشان كده المسيح جه نور للعالم، ويقول معلمنا يوحنا في إنجيله: ورأينا مجده
مجدا كما لابن وحيد من الاب. أديدية الصباح قرونه مجد الرب. انا حبيت اركز في المعلومه دي، جايز تكون تاهت في وسط شرح الاصحاح كله الاسبوع اللي فات. المعلومه الثانيه ان المن لما كانوا بيبيتوا منه كان بيدود، ما عدا يوم الجمعه كان مسموح لهم يجمعوا من بتاع يومين وما كانش يدود. هنا معنى جميل جدا، اول يوم في الاسبوع بيرمز الى بدايه عمر الانسان بالميلاد، ايام الاسبوع بترمز الى حياه الانسان على الارض الزمن، يوم الجمعه بيرمز الى الاستعداد للموت، ويوم السبت بيرمز للموت الراحه. اللي بيحوش من وسط الاسبوع معناها بيحوش خيرات لحياته الارضيه هتدود، واللي يحوش من يوم الجمعه معناها بيحوش خيرات لحياته الابديه مش هتدود. مفهومه دي؟ الاسبوع بيرمز لحياتنا على الارض، فاذا انا كان كل مجهودي اني احوش حاجات تنفعني على الارض، المسيح يقول لي خلي بالك الحاجات دي هتدود، هتخسر مجهودك على الفاضي، وهيبقى فيها عدم ايمان، لانك عايل هم بكره ليه؟ ما اللي اداك النهارده يديك بكره. طب شمعنا يا رب يوم الجمعه تامرنا نجمع من اليومين؟ يقول ده رمز الى تجميع الخيرات اللي تنفعك في الأبدية، زي ما قال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. إذا حبيت تحوش حوش حاجات للسنة، زي ما قال لنا برضو لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسده السوس حيث ينقض السارقون ويسرقون والصدق، بل اكنزوا لكم كنوزا فين؟ في السماء. هو ده الكنز بتاع يوم الجمعة اللي هو يوم الاستعداد عشان ينفعني يوم السبت اللي هو يوم الموت. حاجة تانية، لما كانوا بيتأخروا في جمع المن والشمس تحمى كان المن بيدوب والواحد يجوع، ودي معناها ان ربنا بيأمرنا ان احنا نكون نشيطين في خدمته ومبكرين اليه. الذين يبكرون الي يجدونني، يا الله الهي اليك ابكر. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لك. اصحلوا بدري عشان اخذ النعمه. المن اللي كان بيدوب من حراره الشمس هو بعينه كان بيحطوه جوه الفرن ما يدوبش. دي بإرادة ربنا ودي بإرادة ربنا. كأن ربنا بيروح خلي بالك ده مش حاجة طبيعية، دي حاجة بإرادة. اللي هيدوب في حرارة الشمس هيستحمل حرارة الفرن، مش بيطبخ وبيتخبز. بعد ما أكلوا من المن ندخل في اصحاح 17 يقول ثم ارتحل كل جماعه بني اسرائيل من بريه سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب ونزلوا في رفيديم. خلي بالكم هم ماشيين في الصحراء، لكن في محطات في وسط رحلتهم ليها اسامي لازم نحفظها، ومع كل اسم نتذكر ايه القصة اللي حصلت في هذا المكان. ارتحلوا من برية سين وراحوا الى حتة اسمها رفيديم. في سفر العدد قال لنا تفاصيل اكتر من كده، قال ان هم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في ضفقة
وبعدين ارتحلوا من دافقة وراحوا حتة اسمها ألوش، وبعدين ارتحلوا من ألوش ونزلوا في رفيدين. يعني بس سفر الخروج ذكرها باختصار عشان يركز على القصة اللي هنحكيها النهاردة بتاعت المية اللي خرجت من الصخر. هيجي وقت اجيب لكم خريطة زي ما عملت قبل كده ونمشي خطوة خطوة مع محطات الرحلة بتاعتهم تشوفوها على الخريطة. لكن كلمة ارتحلوا، ترتحلوا ليه؟ أنا مستغرب، أنتوا في مرة من المرات رحتوا في حتة كانت المية مرة وما صدقنا ربنا حلاها بالشجرة اللي رماها موسى جوه المية. خلاص اقعدوا بقى جنب المية الحلوة وارتووا واشبعوا. ربنا قال لهم لا ارتحلوا، فقاموا مشوا راحوا حتة أحسن فيها 12 عين ماء و70 نخل. أظن بقى خلاص نقعد هنا، قال لا احنا مش قعدتنا هنا، احنا عايزين نقعد في أرض الموعد. مش هنكتفي بالمية المرة اللي تحولت إلى حلوة ولا ال 12 عين ولا ال 70 نخلة، احنا هدفنا النهائي أرض الميعاد. ربنا قال لهم ارتحلوا، راحوا ماشيين، سابوا الحتة اللي فيها المية والنخيل اللي كان اسمها إيليم. وبعدين راحوا برية سين وجاعوا. ربنا جاب لهم المن والسلوى، طب ما دام في من وسلوى وفي ميه خلينا قاعدين. قال لهم لا ارتحوا. المن والسلوى هيقعدوا يجوا لهم في اي حته يروحوها يعني. ليه يا رب بتؤمر شعبك ان يرتحل؟ اول حاجه عشان يتعلموا ان هم غرباء. غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. ما بيقعدوش في حتة فترة طويلة. طبعا اللي يشعر أنه غريب ما يرتبطش قوي بالأرض اللي عايش فيها. أنا غريب، فيش حد فينا لما بيركب أتوبيس يهتم ان هو يزين الاتوبيس ويجمله ويدهنه، او الكرسي اللي هو قاعد عليه يجيب له شلته ولا ينجده. تقول انا مالي ومال ده، انا هركب 5 6 محطات وانزل وغير يركب. لكن لما تروح البيت بتاعك بقى تقول احنا البيت بتاعنا بقى له مده ما ادهنش عايزين ندهنه، العزال بتاعنا قدم عايزين نجدده، المراتب والمخدات باظت عايزين ننجدها، توضب المكان ده بتاعك هتقعد فيه. على نفس المثال لو انا شعرت اني غريب عموما في الارض هيبقى اهتماماتي خفيفة، نخلص كلها حاجات مؤقتة. لكن الاهتمام الاعظم والابقى هو بالمسكن الابد اللي هنعيش فيه الى الابد. يبقى أول حاجة ربنا خلاهم يرتحلوا علشان يحسوا إن هم غرباء. ونمرة 2 يبقوا مشتاقين إلى الاستقرار في أرض الموعد. لأن لو ربنا أعطاهم أرض مليانة بالخيرات جوه برية سينا ممكن يقعدوا فيها ويقولوا خلاص إحنا مش عايزين نروح أرض الموعد، دي حاجة كويسة اللي إحنا قاعدين فيها. عشان كده حتى الأماكن اللي فيها إمكانيات للمعيشة أكل أو شرب أو غيره ربنا كان بسرعة يقول لهم يلا قوموا نتحرك. زي ما قال موسى النبي في أول سفر التثنية، قال إن الرب إلهنا كلمنا في حريب قائلا كفاكم قعود في هذا الجبل. ما تقعدش، لازم تمشي. دي نفس الحكاية معانا. أحيانا واحد يسأل ليه ربنا بيسمح إن احنا حياتنا على الأرض يبقى فيها احتياجات وضيقات ومتاعب؟ فالإجابة بمنتهى البساطة، لو احنا مستريحين على الأرض 100% إيه اللي يشوقنا للسماء؟ ده متاعب الأرض هي اللي بتشوقنا للسماء، وراحة السماء هي اللي بتعزينا في متاعبنا على الأرض.
فلما بيرتحلوا كأن ربنا بيقول لهم لسه لم تستقروا بعد، حتى لو طالت المدة. وأي واحد فينا يحب يستقر، فيبقوا مشتاقين لليوم اللي يدخلوا فيه أرض الموعد عشان يستقروا زي ما احنا بنشتاق للسماء. كمان هذا الارتحال بيرمز إلى النمو في الحياة الروحية. أنا في مصر عايز أوصل إلى أرض الموعد، قدامي مشوار طويل، كل ما بتقدم لقدام أحس إن أنا قربت، في جهاد روحي وفيه نمو من درجة لدرجة، وفي اقتراب لله من مرحلة لمرحلة، وفي خبرة روحية بتنضاف إليهم في هذه المراحل. لكن خلي بالكم لما نبص على الخريطة هنلاقي الرحلة بتاعتهم كانت أحيانا يقربوا وأحيانا يتأخروا. بعد ما يكونوا هيقربوا ربنا يقول لهم طب تعالوا من الناحية دي، يبعدوا بعد كبير، بعدين يلفوا ويرجعوا نفس المكان اللي كانوا فيه. ربنا عايز يقول لهم ان الحياة الروحية فيها احيانا تقدم واحيانا تقهقر. يعني وارد ان الواحد احيانا يحس ان هو منتعش روحيا وفرحان بربنا، واحيانا تاني عمال بيقع. فربنا يقول ما تخافش، انا هقودك وهتقوم مرة تاني وتقرب، وثق انك في النهاية هتدخل ارض الموعد. فالرحلات دي كانت إشارة إلى المسيرة مع الله، وإن إحنا بنتقدم خطوة بخطوة. خلي بالكم لو طلعوا من مصر وصلوا على طول أرض الموعد، معناها إن الإنسان فينا اللي آمن بالمسيح يضمن يدخل السماء. فقال لا استنى شوية، أنت في جهاد في البرية، في ناس هيضيعوا وفي ناس هيخطئوا وفي ناس هيبقوا أبرار، في ناس يدخلوا وفي ناس ما يدخلوش، ففي فترة جهاد في البرية. ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم. كلمة بحسب مراحلهم يعني فرق فرق، ممكن يكون كل صفت متجمع حوالين بعضه، كل عيلة، هي مراحل يعني ماشيين بنظام. على موجب أمر الرب، ربنا هو اللي بيحرك، يقول لهم امشوا، يقول لهم وقفوا، اقعدوا، قوموا، وهم ماشيين حسب أوامر ربنا. طبعا أوامر ربنا كانت متوهاهم 40 سنة في التيه، تايهين في البرية، لكن هي خطة عشان في الآخر يوصلوا إلى ملكوت السماوات. دي معناها ان انا لما امشي حسب اوامر ربنا احيانا تبقى المسيرة مش مفهومة، ودي قلناها قبل كده كتير. انا مش فاهم ايه قصدك يا رب وانت ماشيين السكة غلط، يقول لي غلط دي في نظرك انت، لكن في نظري دي خطة. طب بتبعدني بعيد ليه؟ يقول دي خطة. طب انا مش فاهم، يقول لي تفهم بعدين. يا بخت الإنسان الذي يسير على موجب أمر الرب. ونزلوا في رافيدين، أرجو برضو تحفظوا هذا الاسم رافيدين، ولم يكن ماء ليشرب الشعب. دخلنا في مشكلة جديدة، ربنا قال لهم في الحتة دي اقعد. طب نقعد بس مفيش مية، هو أنت يا رب الحتة اللي فيها مية تمشينا منها والحتة اللي ما فيهاش مية تعادنا فيها؟ يقول اه ان كان عجبكم. نقول يا رب طب هنشرب ايه؟ يقول هو انتوا قبل كده مشيتوا معايا واحتجتوا حاجة؟ مش انا معاكم طول الوقت وبديكم. مين اللي عبركم البحر؟ ومين اللي هزم فرعون؟ ومين اللي جاب لكم مية حلوة من مية المرة؟ ومين اللي جاب لكم اكل من السماء، خبز ولحم؟ أحيانا ساعة الزنقة ننسى كل خبرة
تعاملات الله معنا. يقول لك فخاصم الشعب موسى. طب ذنبه ايه موسى؟ كل مرة يعمل يحصل مشكلة يخصم موسى. وقالوا اعطونا ماء لنشرب. هو موسى اللي هيديك. السيد المسيح قال لنا في انجيل يوحنا اصحاح 6: ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. موسى ايه؟ ده مجرد اداه في ايد الله. ما قدروش يخصموا ربنا، قدروا على موسى. خصم الشعب موسى. طبعا كلمه خصم بمعنى اتخانقوا معاه. وقالوا له اعطونا ماء لنشرب. طبعا اعطونا مش لموسى بس، كلمة اعطونا دي بيكلمونا مجموعة، يقصد بها موسى وهارون وشيوخ الشعب والرؤساء. قالوا لهم طب ادونا مية لنشرب. ممكن يكون هذا السؤال على سبيل التهكم او على سبيل التذمر. ورونا شطارتكم، هاتوا مية، اعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ شيء رديء ان الناس الايمان بتاعها يتهز. لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب الى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا نفس الكلام: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ إنها تجربة للرب. تجربة للرب بمعنى إن إحنا مش مصدقين إن ربنا يحمينا من الموت والعطش. عشان كده موسى قال لهم في سفر التثنية إصحاح 6 وآية 16: لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسة. مسة دي هي الحتة اللي بتاعت رافيديم، موسى سماها مسة ومريبة، هي هيجي ذكرها بعد شوية. لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسة. هنا التجربة بمعنى عدم الثقة في الله. وفي المزمور يقول: وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم. وقول: ثم رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس اسرائيل. اشعياء قال لاحاز الملك: جرب الرب الهك، اطلب طلب. قال له: لا اطلب ولا اجرب الرب. ايه جميله في اشعياء 7:12 تقول كده. حد يقول لك مثلا: ما تصلي علشان تخف من المرض اللي انت فيه. تقول: لا اطلب ولا اجرب الرب. لتكن اراده الله. عايزني اخف اخف، مش عايزني اخف اديني عايش. عايز ياخدني ياخدني، عايز يعيشني يعيشني. لا اطلب ولا اجرب الرب. مش معناها ما نصليش، لكن معناها نسلم امورنا ليد الله. خصوصا لما يكون حاجة خاصة بي أنا. جايز أصلي من أجل الآخرين، يا رب اشف فلان، لكن أنا من جهتي يشفي ما يشفيش مش مشكلة. أنتوا عارفين بولس الرسول كان عنده مرض في جسمه بيعمل دمامل وخراريج، وصديد طالع منه ويجيبه قطن وشاش ويعالجه الجروح بتاعته دي. كانت ناس تيجي بالإيمان تاخد الحاجات دي وتحطها على جسمها تشفي. يقول لك مناديل وعصائب بولس كانت بتخرج الارواح الشريره وتشفي الامراض، ويظل بولس لسه عيان. وبعدين قال لربنا: يعني ارفع عني الشوكه دي. صلى مره واثنين ثلاثه، فربنا قال له: تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. لا اطلب ولا اجرب الرب. أمال تعمل إيه؟ أصلي وأسبح وأمجد وأشكر. عندك حاجة محتاجة طلب
قبل ما تطلب اشكر. الشيطان لما جه يحارب السيد المسيح قال له لا تجرب الرب الهك. خلي بالكم، في ناس بيفكروا ان المسيح بيقول للشيطان ان انا الرب الهك ما تجربنيش. لا، ده الشيطان بيقول له ارمي نفسك من فوق الهيكل فالملائكة تحملك. قال له لا، انا مش هجرب الرب الهي، يعني المسيح بيتكلم عن الاب، انا هنفذ الوصية، مش هدخل الارم نفسي واجرب الرب الاله. مكتوب لا تجرب الرب اله. ومعلمنا بولس في رسالته الاولى لاهل كورنثوس يقول ولا نجرب المسيح كما جرب ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحيات. اوعوا تدخلوا في تجربة الرب. واضح هنا ان تجربة الرب هي عدم الثقة في حضوره في حياتنا، كأن ربنا غايب او ميت او مش قادر، فالواحد يقلق ويتذمر وينزعج. عشان ايه؟ لينا رب هيحصل ايه يعني؟ فموسى قال لهم لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وبعدين فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. جميل في موسى إنه كان بيصلي، مفيش موقف إلا ورجع لربنا ياخد رأيه ويصرخ إلى الله. يعلمنا إن إحنا ملجأنا الوحيد هو الصلاة. بص الصلوة يقول له ايه؟ ماذا افعل بهذا الشعب؟ حمل تقيل، اعمل بيهم ايه؟ بعد قليل يرجمونني. الناس لما تكون متضايقة بتفقد العقل وتبتدي تتصرف تصرفات مش كويسة. حتى موسى اللي بيحبوه ويثقوا في قيادته وبيعتبروا أبوهم وقائدهم، ساعة الزنقة عايزين يرجموه. دي حصلت مع داود النبي في سفر صمويل الأول إصحاح 30. كان حرب وجم العمالقة الأعداء سبوا النساء، فرجع داود للمدينة لقاها فاضية بعد ما كانوا خرجوا هو والجيش عشان يحاربوا. جم الأعداء من وراهم أخذوا السيدات والأطفال سبي، فرجعوا أو ما سمعوا الخبر، رجعوا لقوا الدنيا فاضية. فدخل داود ورجاله المدينة وإذ هي محرقة بالنار ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. طب داود عمل إيه؟ يقول لك وأما داود فتشدد بالرب إلهه. أدي القائد الناجح مش يخاف ويترعش ويقع. كل الشعب قايم ضده وقالوا له انت السبب، الخطة بتاعتك ما كانتش مظبوطة، احنا هنموتك ونشوف ملك اخر. ثورة وهياج، كل واحد شايف مفيش مرات ولا عيال، شيء مزعج. يقول لك اما داود فتشدد بالرب اله. وطبعا بقيت القصة بعد كده عرف يرجعهم كلهم، محدش فيهم فقه. مهم ان الواحد يتشدد بالرب ولا ينزعج. السيد المسيح نفسه اكتر من مرة اليهود يرفعوا حجارة ليرجموه. عشان كده اي خادم من خدام ربنا يتوقع من ان لاخر ان الناس ترجمه، مش لازم بالحجارة، ممكن بالاهانة وبالكلمات الجوابات. واحد يبعت لك جواب
يقول لك في كلام مر، تبقى أنت بتخدمه بعينيك وهو يخبط فيك. ما نستغربش ليه؟ لأنه حصل مع موسى، حصل مع داود، حصل مع المسيح نفسه. وإن كانوا عملوا كده في العود الرطب فكم يكون العود اليابس. لازم خدام الله يتوقعون الرجم بس ما يهتزوش. ايه رأيك بقى لو جه موسى بيقولوا له هنرجمك؟ قال لهم لا اعرف ربنا ولا اعرف الشعب، يلا نعمل بعل ونعبده ويرضي الناس، كان ضيع الدنيا. ولو داود الناس عايزين يرجموه فسابهم وهرب، وهربوا وراه موتوه، كانت دمرت المملكة. لكن يجب ان يكون شديد ويتشدد بالرب. احنا هنقعد تحت رحمة كلام الناس؟ لينا اله يسندنا. صرخ موسى الى الرب قائلا ماذا افعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب. هنا ربنا هيحل المشكلة من غير لا يعاتب ولا يعاقب. طب يا رب الناس اللي عمالين يتذمروا دول، يقول انا مقدر ظروف. طب انت جبتهم ليه في حتة الزنقة دي؟ يقول عشان ابين لهم ان هم ضعفاء، لئلا يظن في انفسهم ان هم ناس عظماء وقدسين وابرار ما بيغلطوش. اخدهم من مصر سكنهم في ارض الموعد ينتفخوا ويقولوا عشان احنا اقوياء وعظماء وابرار جينا بقوتنا. لكن ده طول البرية 40 سنة لم يظهر فيها إلا إن هم ضعفاء والله قوي، إن هم بيغلطوا وربنا بيسامح. يقول في المزمور 78-39 ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود. ربنا وهو بيتعامل معانا حاطط في باله ان احنا ايه؟ بشر، والبشر دول غلابة بيغلطوا. العجيب ان ربنا اللي ما بيغلطش بيشفق علينا عشان بنغلط، واحنا اللي بنغلط مش بنشفق على بعض. اول ما الاقي واحد يغلط استغرب، اقول ايه الراجل اللي بيعمل كده؟ هو نسي اللي عمله ربنا معاه؟ وربنا قاعد فوق يقول ما جراش حاجة، نفوتها له المرة دي. ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، يعني زائلين، زي حكاية بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كأن ربنا بيقول أنا هعمل عقلي بعقلهم. ناس غلابة، كل اللي شغلهم أكل وشرب ومية. لكن معلش أنا عارف إن هم محتاجين. الله يحل المشكلة دون عتاب أو عقاب. يحلها إزاي؟ قال الرب لموسى مر قدام الشعب، عدي من قدامهم عشان يشوفوك وأنت رايح تعمل معجزة، فيشوفوا يد الرب ويأمن. ما هو لو راح من وراهم وضرب الصخرة ونزلت مية كانوا ممكن يقولوا ان موسى النبي، لانه كان عايش في هذه البرية عارف ان في عين مية هنا فضحك علينا وقال ان هو عمل معجزة، ولا فيش معجزة ولا حاجة، ده اكتشف المية او عرفنا مكانها. فقال له لا، قدام عينين الشعب، وخذ معك من شيوخ اسرائيل عشان يكونوا شهود. هؤلاء الشيوخ
هم رمز للأنبياء والآباء في العهد القديم اللي شهدوا لخلاص المسيح اللي تممه على الصليب. لأن موسى لما ضرب الصخرة بالعصاية زي ما هنشوف دلوقتي رمز لموت المسيح بالصليب. فالشيوخ اللي خدهم معاي يبصوا على المعجزة بيرمزوا للشيوخ بتوع العهد القديم اللي شهدوا لخلاص المسيح على الصليب. خد معاك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك وزن. طبعا العصاية رمز للصليب، كل مشاكلنا تتحل بالصلاة والصليب. قال له خد معاك العصاية. أنا متخيل المنظر، كل الشعب واقف متذمرين وبيصرخوا في وش موسى، فموسى راح واقف يصلي وراح واخد العصاية قدام الناس وأخد الشيوخ ومشي. فقالوا بس في حل هيجي، لأن العصاية دي تفكرهم بإيه؟ بالمعجزات الكثيرة التي صنعت في أرض مصر وفي البحر الأحمر. العصاية دي اللي ضرب بها البحر فانشق نصفين، والعصاية دي هي اللي رفعها ناحية السماء فبقى في ظلام، ودي اللي ضرب بها تراب الأرض فبقى في بعوض. العصاية دي صانعة المعجزات، صليب. فأول ما مسكها في إيده قالوا بس جالك الفرج، يبقى في حل جه من عند ربنا بدليل إن موسى مسك العصاية. ونحن أيضا عندما نرى علامة الصليب نتوقع الخير والخلاص من الضيقات. عشان كده شعبنا التقي الجميل اتعود في كل حاجة يقولك باسم الصليب، في كل حاجة يرشم الصليب، إنها عصاك الله التي في يد موسى. على فكرة لما تقولوا باسم الصليب معناها كمان باسم الصليب والمصلوب عليه، زي لما يكون في الملك قاعد على العرش وبيقول خطاب، تلاقي تاني يوم على الصحف مكتوب خطاب العرش. خطاب العرش ولا خطاب الملك؟ كلمة العرش بقت كناية عن الايه؟ الملك. فكلمة الصليب بقت مربوطة بالمصلوب عليه، فلما تقول باسم الصليب معناها الصليب والمصلوب عليه. فقال له خذ العصاية في ايدك، ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب. قالوا لي لو سمحتوا المنطقة اللي قاعدين فيها اسمها ايه؟ ها؟ رفيدين. رفيدين. والصخرة هتبقى فين؟ حوريب. عشان كده قال له خذ العصاية قدام الناس ومعاك مجموعة من شيوخ الشعب، روحوا حوريب مسافة. فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. حكاية بقى الصخرة اللي اتضربت طلعت مية دي قصة كبيرة 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 في الكتاب المقدس. أولا قال له ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة. يا ترى ربنا يقف على الصخرة إزاي؟ جايز على الصخرة تقف السحابة اللي ماشية قدامهم، راحت واقفة زي السيف كده فوق الصخرة، ما دي علامة حضور الله. جايز فوق الصخرة بان نور وسحاب وضباب ودخان يعلم ان الله موجود بأي صورة. لكن على أي الأحوال الله قال له أنا هقف قدامك هناك على الصخرة في حوريب. حوريب هو نفس المكان اللي ظهر فيها الله لموسى في العليق. وكلمة حوريب دي لها ذكريات كثيرة في الكتاب المقدس. لو حد فيكم كده نشيط يقعد يدور على كلمة حوريب، هتلاقيها كمان في قصة إيليا لما صام 40 يوم في جبل حوريب. قال له روح هناك على الصخرة في حوريب.
تضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. الصخرة معلمنا بولس الرسول قالها بوضوح في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 10:4، قال عن بني إسرائيل: جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم. وبعدين يقول: والصخرة كانت المسيح. ركزوا معايا في دي بقى، الصخرة كانت المسيح، يعني نقدر نقول هي رمز المسيح، بس بولس بيقول ده هي المسيح نفسه. طيب لما يجي بالعصايه يخبط الصخره وتنزل ميه، هتبقى دي اشاره الى صلب المسيح، انه اتضرب بالصليب. لما انضرب بالصليب خرج منه دم وماء، نهر ميه يشرب الشعب اللي عدده كام 2.5 مليون يشربوا مية طالعة من الصخرة. دي إشارة إلى ينابيع الخلاص اللي انفجرت من جنب المسيح عشان تروي جميع الشعوب في كل العالم. يبقى الصخرة هي المسيح، والعصاية هي الصليب، وضرب الصخرة بالعصاية هي صلب المسيح، وخروج نهر مية من الصخرة إشارة إلى نهر الخلاص اللي خرج من جنب المسيح. هذه القصة صارت موضوع تأمل وغناء وتسبيح وتمجيد على طول العصور. في سفر المزامير يقول: شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة. لجج جمع لجة، يعني موجة، مية كتير. ومرة تاني يقول: هوذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية. يعني أول ما خرجت المية من الصخرة ملت الوادي لدرجة بقى قدامهم في نهر كلهم بيشربوا منه. ومرة تاني في المزمور يقول: شق الصخرة فانفجرت المياه جرت في اليابسة نهرا. وفي مزمور آخر: المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. وفي مزمور تاني يقول: ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا. طب هو عسل ولا مية؟ حقيقة هو مية، لكن كلمة عسل يقصد بها كلمة الله اللي هي الشهد والعسل. من الصخرة أشبعك عسلا. في قصة تانية زي دي بالظبط حصلت في سفر العدد، برضو راحوا حتة اسمها برية صين، سين بالصاد. ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على مصر. سفر العدد إصحاح 20، وزعلوا من موسى إلى آخره. فموسى وهارون راحوا يصلوا، فربنا قال لهم في الآية رقم 8، بص ركزوا معايا في النص ده، قال لموسى وهارون: خذ العصا، تاني العصاية تبقى معاك، واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. أنا هقرا بقية النص، عايزكم تكتشفوا إيه الغلطة اللي وقع فيها موسى وهارون. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا أيها المرضى. المرضى يعني إيه؟ المتمردين. أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده
وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. ربنا زعل، فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. مش هتدخل أنت وهارون أرض الموعد عشان أنتوا غلطتوا. حد يعرف يقول لي إيه الغلطة اللي وقع فيها؟ اتفضل. بالظبط كده. قال له خد العصاية في إيدك وخد هارون أخوك وروحوا كلموا الصخرة تنزل لكم ماء. موسى يظهر ما كانش مركز مع ربنا في الحتة دي. فأول ما سمع خذ العصاية وعمل قبل كده إن هو ضرب الصخرة، ففكر إنها نفس القصة. فأخذ هارون وأخذ العصاية وراح ضرب الصخرة، نزلت مية، الشعب شرب. ربنا قال له أنا زعلان منك عشان أنت ما سمعتش الكلام. طب ليه؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ إحنا قلنا ضرب الصخرة يرمز لإيه؟ صليب. المسيح اتصلب كم مرة؟ مرة واحدة. طب أنا محتاج دم المسيح، أروح أصلبه تاني؟ امال اعمل ايه؟ اكلمه ده يعني ايه؟ القداس. ماشي كده؟ ركزوا معايا بقى. اول مره احنا عطشانين، المسيح اتصلب من اجلنا روان. طب النهارده انا عطشان اصلبه؟ لا. قال له خد العصاية، يعني خد الصليب، وخد مين كمان؟ هارون ده اللي هو ايه؟ كاهن. خد الصليب والكاهن وروح للصخرة كلمها تجيب لك مية. كلمها، أكلم المسيح يعني أعمل إيه؟ أصلي. المرة الأولى صليب، المرة الثانية قداس. عشان كده لما موسى ما فهمش دي وضرب الصخرة مرتين، ربنا قال له أنا زعلان، أنت بوظت لي وسيلة الإضافة. أنا عايز أقول لكل الشعوب في كل الأجيال إن المسيح يتصلب مرة واحدة بس، وكل ما تحتاج الدم بتاعه مش محتاج تصلبه، لان هو مصلوب حتى اليوم. امال مطلوب ايه؟ اكلمه، اروح اقول له اديني من دمك الكريم فيدهوني على المذبح في القداس. يبقى نرجع تاني سفر الخروج. الصخره هو المسيح، العصايه هي الصليب، ضرب الصخرة بالعصاية هي صلب المسيح مرة واحدة، لأن المسيح صلب مرة واحدة قدام عيون كل الشعب علشان المسيح اتصلب وكل الناس حاضرة، ومعاك مجموعة من الشيوخ بيشهدوا للصليب زي أنبياء العهد القديم اللي شهدوا للصليب. وبعد كده كل مرة محتاج تشرب، بدل ما تضرب الصخرة روح إيه؟ كلمها يعني القداس، بس يكون معاك حاجتين. ايه هما؟ صليب وهارون اللي هو الكهنوت. القصه بتاعت الصخره اللي انفجرت وجابت ميه بقت عيد عند اليهود يسموه عيد المزار، لانهم كانوا ساكنين في خيام. في عيد المزار كانوا بيعملوا طقس جميل جدا في الهيكل اليهودي. يجوا في اليوم الأخير من العيد، رئيس الكهنة ياخد في إيده قارورة إزاز أو فخار أو أحيانا تكون ذهب أو فضة، ويخرج في موكب من الكهنة واللاويين بيقولوا مزامير وألحان، يخرج من الهيكل إلى بركة سلوان، وهناك ينزل رئيس الكهنة إلى بركة سلوان ويملأ القارورة دي بالمية من البركة، ويرجعوا تاني للهيكل اللي هم ماشيين في موقف فيه ألحان وترانيم ومزامير، ويجي على المذبح يمسك القارورة دي يدشها فتنفجر المياه جوه الهيكل عشان يفتكروا المنظر بتاع الصخرة اللي انفجرت، ويهللوا ربنا ويسبحوه ويمجدوه على الصنيع اللي عملوا معاهم في العهد القديم. وكانت القارورة دي من الفضة أو من الذهب، ما كانش يكسرها، كان يكبها بس بحيث إن المية فعلا تجري زي نهر جوه الهيكل. القصة دي جت
عنها إشارة في إنجيل يوحنا إصحاح 7، يقول: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ليه قالوا في اليوم الأخير من العيد؟ لأن كان ساعتها رئيس الكهنة بيفجر المية كده، فوقف المسيح في الهيكل وقال لهم: إن عطش أحد فليقبل إلي. عايز يحول ذهنهم من الرمز إلى الحقيقة، ومن القصة إلى التفسير. عايز يقول لهم: أنا هو الصخرة الحقيقية اللي لما هينفتح جنبي كل الشعوب تشرب. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. وبعدين يقول: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح، روح قدس، الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. قال لهم: اللي آمن بي يشرب ويرتوي، ويبقى من جواه يخرج نهر ماء. الكلمة اللي قالها المسيح في هذا العيد في نفس التوقيت بتاع انفجار المية وانسكابها في الهيكل، معناها بيشرح للناس ايه اللي حصل في العهد القديم. عايز يقول لهم: ده كان كل ده رمز ليا، انا هو الصخرة الحقيقية وانا ينبوع ماء الحياة. حكاية ان المسيح هو الصخرة جت آيات كتير عنها بمعاني جميلة. سفر التثنية يقولوا: اعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، يعني صخر كامل غير ناقص، إشارة لكمال المسيح وإنه بلا عيب. وبعدين مرة تاني الله بيوبخ شعب إسرائيل، يقول عنهم، عن إسرائيل: رفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. غبي يعني إيه؟ يعني أصابه الغباء، فحال انحرف عن صخرة خلاص اللي هو الله. الصخرة الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي أبدأك. والمزمور بيتنبأ عن المسيح، يقول: الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، يقصد به المسيح صخرة الخلاص وحجر الزاوية. والمسيح نفسه قال عن نفسه: من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. وفي أشعياء يقول: قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عصرة لبني إسرائيل. وبعدين يقول: فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون. الناس اللي هم مش هيصدقوا المسيح هيقعوا فيه. الله. وآيات أخرى كثيرة فيها الله صخرة. قديس يوحنا الذهبي الفم بيقول كلام جميل، حب أقراه لكم. يقول: لأن طبيعة الصخرة لم تكن هي التي أخرجت ماء. ما فيش صخرة من طبيعتها بتطلع ماء، وإلا كان قد تدفق منها الماء قبل هذا الوقت. يعني كان يبقى باستمرار طلع منها الماء قبل ما موسى يروح يخبطها. بل كانت نوعا آخر من الصخر، صخرة روحية قامت بكل شيء. إنها المسيح الذي كان معهم في كل مكان، وهو الذي عمل كل العجائب. لذلك قال عنها بولس الرسول أنها تابعتهم، الصخرة تابعتهم. في قديس اسمه باولينوس أسقف نولا في القرن الخامس الميلادي كتب شعر بيغني فيه للمسيح، قال له: أنت الذي أمرت الصخرة الصماء أن يتدفق منها نهر.
وأرضا بلا ماء تفيض فجأة بينابيع لتروي البرية معطية رجاء لتلك الشعوب. ففي نفوسهم القفرة أفضت نعمتك المقدسة، إنه المسيح الذي أنعشهم، الصخرة التي فاضت بالينبوع الحي. عايز هنا يقول إن الصخرة دي كانت في وسط جبل برية، والبرية دايما عطشانة، فلما الصخرة يطلع منها مية هتروي كل البرية. فعايز يقول إن المسيح جسده زي جسدنا، إحنا أجسادنا زي الصحراء ما فيهاش نعمة، وهو جسده زي جسدنا شكله من خارجي صخرة ذبيت الصخور، لكن طلع منه مية تملك كل الدنيا دي بالنعمة. صخرة في وسط الصخور طلع منها مية تروي جميع الصخور. فإنسان في وسط البني آدمين زيه زينا، لكن في حاجة زيادة، إنه خرج منه ينبوع نعمة يغرق الناس ويشبعهم. يقول له كذلك أنا أيها المسيح إلهي أحس في ذاتي أنني أقل من جميع الأحياء، أتكل على هذه العطية، وفي جفافي أصلي من أجل أنهار جارية من ماء ينبوع. هبني كلاما من نبعك، لأني بدونك لا أقدر أن أنطق بكلامك. هو اللي بيفيد علينا عشان احنا نفيد على الناس. ويقول انه الصخرة الذي يمدنا في برية هذا العالم بمياه لا تنضب ما تخلص، وينعشنا بجرعة عذبة عندما نعطش الى البر، حتى لا نهلك بحرارة الشهوات الجسدية. انه هو الصخرة الذي لا يسقط من فوقه البيت المؤسس عليه. مش هو قال كده البيت المبني على الصخر؟ إنه هو الصخرة الذي فاض منه ماء ودم عندما طعن في جنبه بالحربة، حتى أنه انسكب لنا منه نهران يحملان لنا الخلاص بالتساوي، ماء النعمة ودم السر. أعني بهما ينبوع خلاصنا وثمن هذا الخلاص. قديس امبروسيوس أسقف ميلانو في إيطاليا، اللي هو كان الأب الروحي للقديس أغسطينوس واللي عم أغسطينوس، قال الماء نبع من الصخرة لليهود، والدم نبع لكم من المسيح. الماء روى عطشهم ساعة واحدة، والدم أطفأ عطشكم إلى الأبد. اليهود شربوا وعادوا عطاشة، أما أنتم فإذا شربتم لن تعطشوا أبدا. مقارنة جميلة. ذاك كان مثالا وهذا هو الحقيقة. فإذا كان المثال يظهر لكم عبوبة، كم تكون الحقيقة التي مثالها هكذا أنتم توقرونه. هم شربوا من الصخرة الروحية التي كانت ترافقهم، وهذه الصخرة كانت المسيح. اشربوا أنتم أيضا حتى يرافقكم المسيح. انظر السر، موسى كان هو النبي، والعصا التي ضرب بها الصخرة هي كلمة الله، والماء الذي تفجر روى شعب الله. هكذا الكاهن يقرع بالصلاة فيتفجر ماء الحياة داخل الكأس لحياة أبدية. آباء كانوا مليانين والكلام بتاعهم مليان بالنعم. احنا اتفقنا دلوقتي ان الصخر هو المسيح، بس اسمحوا لي ناخد تأمل تاني. ما جايز الصخر ده يكون قلبي انا؟ قلبي صخر محتاج خطة من ربنا بالصليب عشان يطلع منه ينبوع ماء يشبع الناس. وجايز الصخر دوت
يكون أعداء الإيمان وأعداء الكنيسة. واحد مش عاجبه إيمان الكنيسة وإيمان المسيحيين وعمال يخبط فينا زي الصخر، ده محتاج خبطة بس كده من الصليب هتلاقيه بقى ينبوع. هو شاول الطرسوسي كان كده، صخرة ناشفة مفهوش نعمة وعمال يخبط في المسيحيين. قال المسيح خبطه بالعصاية، قال له ماذا تريد أن أفعل، وصار هو أيضا ينبوع بيروي الناس. إذا كان قلبي صخرة أصلي أن يلمسه الله بالصليب فيتحول إلى ينبوع. القلب الصخرة معناها واحد مش حاسس بربنا، واحد مش بيتوب، واحد بيسمع ويفوت، واحد لا يهتز. لو شاف حد بيعيط يقول لك إيه الدلع ده، لو شاف حد بيتألم يقول أكيد يستاهل، لو شاف واحد معوط يقول لك يعني أنا حن عليه من ربنا اللي خلقه كده. قلب شديد وناشف وقاسي عندما يتلامس مع الصليب ينقر عليه يتحول إلى ينبوع من الحنان، ينبوع من الحنان، تحول إلى خادم في كنيسة الله يهتم بالأطفال وبالضعفاء وبالفقراء وبالمرضى وبالمعوزين واللي في ضيقات وفي شدائد، وقلبه يبقى حنين وجميل. الصخرة تحولت إلى ينبوع. عشان كده إذا كان قلوبنا صخرة يجب أن نصلي إن الله يلينها ويخرج منها ينبوع الماء. هنختم القصة. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة ومريبة. كلمة مسة يعني تجربة، ومريبة يعني مخاصمة. المكان اللي اسمه رفيديم بقى اسمه مسة ومريبة، وهذا الاسم مشي معاهم في حتة تانية. كل ما يعملوا حتى فيها مخاصمة ربنا كان يقول لهم مسة ومريبة. ودي نفس الآية في سفر المزامير، يقول فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية. هذه الآية اقتبسها بولس الرسول في رسالة العبرانيين بالترجمة، قال لهم فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط اللي هي مريبة يوم التجربة في القفر اللي هي مسة. في المزمور يقول في الضيق دعوت فنجيتك، استجبتك في ستر الرعد، جربتك على ماء مريبة. دعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا. واضح هنا أن تجربة بني إسرائيل إنما قال هو ربنا معانا ولا مش معانا. هختم بحاجة جت في سفر التثنية. ليه يا رب أنت سمحت أنك تدخل شعبك في زناقات يبان فيها أن هم ضعفاء مش قادرين يستحملوا التجربة؟ قالها موسى في سفر التثنية صح 8 في الآية 2 يقول تتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه. وبعدين يرجع في الآية 15 يقول الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء
الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك، لكي يذلك ويجربك، لكي يحسن إليك في آخرتك، ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لهذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك إنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم به لأبائك كما في هذا اليوم. طبعا واضح في اللي بيقوله معلمنا موسى هنا في سفر التثنية، إن ربنا كان قاصد يدخلهم في زنقة ويظهر